للوقوف عند صراع مستمر على تشكيل الحكومة في العراق والتنازلات المتبادلة المحتملة، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أستاذ محمود، مرحبا بكم. يعني بعد شد وجذب ومساومات استمرت لعدة أشهر، يبدو أن مقتدى الصدر أخذ خطوة للأمام وتواصل مع نور المالكي، ولكن السؤال المطروح: ما الذي دفع الصدر الذي أكد هو وتياره في العديد من المناسبات بأن المالكي هو حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة بأن يأخذ الخطوة ويتواصل مع نور المالكي؟ أستاذ محمود، هل تسمعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي العزيز أستاذ محمد. أهلا بك يا محمد. نعم أسمعك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي العزيز والكادر والأخوات والأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك سيد الكريم. هل سمعت السؤال أستاذ محمود؟ في البداية رحم الله الشيخ الدكتور حارث الظاهري وأسكنا هو جميع شهدائنا فسيح جنته، وجمعنا وإياهم تحت ظل عرش يوم الأرض إلا ظل إن شاء الله. إن شاء الله. أخي العزيز، نحن نعيش الآن في عالم التفاهة، العالم اللي غرب وصل إلى هذا المستوى للأسف، ومن خلال هذه المنظومة اللي شكلوها على إيصال هؤلاء الإمعات اللي منهم الصدر وأمثاله إلى سدة الحكم للأسف والتحكم في مقدرات الشعوب ومن الشعب العراقي مع الأسف. طيب. في إحدى مقالاتي يعني كتبت أن النظام الإيراني يعمل بشكل أشبه كثير من أسلوب الأخطبوط. تسمعني يا أخي؟ نعم نعم محمد؟ نعم أسمعك بشكل واضح. تفضل أكمل. أسمعك بشكل واضح. نعم. نعم. الأخطبوط أخي العزيز أستاذ محمد يمتلك 8 أذرع، يمد واحدة ويسحب الأخرى حتى يضمن أنه يستمر مسيطر على فريسته. هؤلاء نظام الخامنئي اللي مبني على نظام الخميني لعنه الله يمتلك نفس الأسلوب تقريبا، يعمل بنفس الأسلوب، يمد مخالبة بهذا الشكل تقريبا. نعم. ألو. أستاذ محمود، كما تعرفون في السياسة لا شيء بدون ثمن، ولكن ما الثمن الذي سيدفعه الصدر مقابل عودة المالكي إلى المشهد السياسي من جديد؟ الحقيقة هم أخي عزيز جميعهم هم أذرع للنظام الفارسي اللي يقودهم ويحركهم. نعم. فأنت لا تتوقع بالعلن بالحقيقة يعني بالخفاء هم أعداء، لا، هم بالعلن يدعون العداء أمامنا إحنا، ولكن بالحقيقة وبالواقع هم لا، جميعهم جنود يعملون بأمرة الخامنئي اللي هو أحد جنود أحد قادة الأعور الدجال والله أعلم. وإلا شو تفسر أنه كل ما يجي أو يوصل قاني أو غيره أو أي مسؤول من المسؤولين الإيرانيين يغير الأحداث مثل ما يريد؟ والحقيقة هو بدأ أن توافق صليبي صهيوني صفوي واضح جدا للعيان، ولكن للأسف إحنا الشعب مع الأسف ما استفاد من التاريخ ولا استفاد من تكرار الأحداث. بحسب مصادر سياسية وربما سمعتم بذلك، فإن مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة. إذا ما صح هذا الحديث عن ترشيح الصدر لابن عمه، هل تخلى الصدر عن الكاظمي الذي كما تتوارى الأخبار بأنه واجه الميليشيات ليبقى في المنصب؟ الصدر أستاذ العزيز لا يهم من اللي يكون بالحكم وسادة الحكم، المهم أنه يحققون أهداف أسيادهم في قوم وطهران. المهم يعني ينشرون الفكر الصفوي ويسيطر الفكر الصفوي ويجمعون أكثر أتباع ممكنين إلى من أجل تحقيق مصالحه طبعا، ونشر أفكاره وسيطرته وامتداد نفوذه أكثر وأكثر، وكذلك الحياة المرفهة الاقتصادية والسيطرة على ثروات الشعوب ومقدراته. هو ما يهم هذا، هو المهم هو يتمتع بكل ثروات البلد وسيطر عسكريا وماديا ومعنويا ويتحكم بكل مفاصل الحياة. شي يهم الشعب إذا جاء أو شبه أو كان المالكي أو غير المالكي مسؤول أو حتى ابن عمه. لا. ولا تنسى أنت جنابك هو يعني الصدر بريطانيا دربته وهيئته، فقال له كم سنة هو سفير في بريطانيا،
جهزتها وهيئتها وجابتها، وهي كل الدنيا حتى الاخوان الشيعه العراقيين يعرفون انه بريطانيا هي اللي تسيطر على الحوزه العلميه بالنجف. يعني هذا الامر معروف حتى للشيعه، انا ناقشت جماعه شيعه قالوا احنا ندري انه المخابرات الايرانيه تحرك الحوزه بالنجف. فالامر واضح وهي مسرحيه، يعني هم يديرون دمى على مسرح الحياه للاسف. استاذ محمود من ديالى، الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف، شكرا جزيلا لكم.